طيب شيخنا، هل المغالطات تقتصر فقط على الحوار بين طرفين أم أنها أشمل من ذلك حتى؟ نعم، يقسم العلماء المغالطة إلى قسمين. قسم له علاقة باللفظ، قسم لفظي مثل هذا، كذا بما أن كذا، إذن المقدمة الأولى كذا، المقدمة الثانية كذا، الربط بينهما وهناك نتيجة استنتاج وهناك نتيجة. جميل. هذا لفظ، ويكون في حوار مباشر أو في حوار بأي طريقة من الطرق فيها لفظ وكلام يقال. ممتاز. هنالك بعض المناطق يشير إلى ما يسمى بالمغالطة غير المنطوقة. غير المنطوقة. بالمغالطة الإشارية غير الملفوظة. كيف؟ هي ما يوحي به المحاور الذي يريد أن يبث المغالطة المنطقية أو أن يوقع الطرف الآخر في المغالطة المنطقية من غير اللفظ، كحركة الجسد، كأن ينظر إليه شزرا، أو أن يحد النظر فيه، أو أن يستهزئ به بطريقة معينة غير ملفوظة وغير متضمنة في سياق الكلام. في سياق الكلام، فبذلك يؤثر على طريقة تلقي ذلك المحاور لتلك المغالطة المنطقية، حتى يظن ذلك المحاور أن الطرف الآخر يظن أنه قد أخطأ في شيء ما، وهو في الواقع من باب التأثير عليه حتى يشكل عليه الفهم السليم. هذا ما يذكرونه. وفي الحقيقة في وجهة نظري والله أعلم بأننا في عصرنا هذا لدينا مرحلة متقدمة جدا تختلف عن الملفوظ وعن غير الملفوظ. أصبحت المغالطات المنطقية الآن لا تبث على شكل حوار أو على شكل حركة جسد بين طرفين، هذه طريقة تقليدية معتادة، وهذه هي الطرق التي كانت متاحة قبل الثورة الصناعية الرابعة، قبل عصر الآلة، قبل الثانية، قبل عصر إنترنت الأشياء، قبل عصر الذكاء الاصطناعي. أما الآن ففي تصوري أن المغالطات المنطقية في الجزء الأكبر منها إنما تبث على شكل مواد إعلامية احترافية لا يلتفت فيها إلى الكلام بقدر ما يلتفت فيها إلى الإيحاءات في الصورة وفي الأصوات في الموسيقى في تتابع الصور في ما يؤثر على عقلية ذلك يوجهونك الاتجاه الذي يشاءون دون أن يلفظوا ربما كلمة واحدة، وربما لا يكون هنالك حوار أصلا، لكن تأتي المقدمات والنتائج على صورة عمل فني احترافي. سأضرب لك مثالا على ذلك. جميل. عندما يتكلمون عن الانفجار السكاني مثلا، مغالطة أن الموارد أقل من البشر، وهذه هي نظرية مالثوس، وربما تحدثنا في مناسبة أخرى عن نظرية مالثوس وكيف أنها نظرية متشائمة. باختصار هي تقول ببخل الطبيعة وبأن الموارد لا تكفي البشر، فالبشر بين خيارين، وهذه أيضا مغالطة منطقية لدى مالثوس. نعم. عندما ناقشت نظرية مالثوس وجدت فيها عدة مغالطات منطقية، مغالطة من أبرز مغالطات فيها هي السؤال الزائف أو الإحراج الزائف، إما أن تكون هنالك حروب وإما أن تكون هنالك تقليل للنسل، فنحن إذا لم نقلل النسل ستكون هناك أمراض وأوبئة ويقتل الناس بعضهم بعضا من أجل الحصول على الغذاء، أو الحل الثاني أن يقلل الناس من النسل. هذه نظرية مالثوس وتبناها كثير من الناس، ولها قصة مأساوية أنها وصلت حتى إلى بلداننا إلى البلدان المسلمة. الله المستعان. ما أريد أن أشير إليه أني تابعت في إحدى القنوات العربية في دولة مسلمة برنامجا وثائقيا عن الانفجار السكاني مليء بالمغالطات المنطقية. هذه المادة الإعلامية لا تبث على أساس أنها حوار بين مالثوس ومن يخالفه، يصور لك كأنها فيلم سينمائي حقيقي. نحن الآن نتكلم ما فقط عن النظر إلى الصورة، الآن نتكلم عن الدخول إلى العالم الافتراضي. هنالك تقنيات الآن تدخلك كأنك أنت هناك في ذلك الفيلم. عجيب. فهم يصورون أن هنالك بشرا كالأفواه الجائعة، كرمكم الله كالفئران التي تبحث عن الأكل في القمامة وفي بيوت الناس ويهجم بعضهم على بعض. هكذا تصبح المغالطة المنطقية مؤثرة دون أن ينطقوا بكلمة واحدة. سبحان. وربما يعبرون أو يأتي في التعليق في تلك المواد الإعلامية عرضا شيء من المغالطات المنطقية، كأن يقول أكد الخبراء
احتكام إلى سلطة. مغالطة الاحتكام. أكد الخبراء، من الخبراء؟ يحتكم إلى مجهول حتى، من هذا الخبير؟ مجهول أصلاً. نعم. أكدت منظمة الصحة العالمية أن هنالك، وقد يأتي بمقدمة حقيقية، يقول مثلاً، أنا أتصور لو قالوا هنالك 1,000,000 شخص يموتون سنوياً من الجوع، كلام صحيح، وهذه إحصائيات الأمم المتحدة. نعم. لكن قد توضع في غير سياقها في هذا المقام، فتكون المغالطة المنطقية هي مواد إعلامية فنية احترافية قد تكون أحيانا بالثواني. لذلك هم يستغلون تأثير البصر على الناس. الآن الناس أكثر ما يتابعون لا يقرؤون الكتب بقدر ما يتابعون المواد الإعلامية المبثوثة في وسائل التواصل الاجتماعي، وتهيمن عليها إمبراطوريات الإعلام العالمية. فيتحكمون بجيب المواطن، بجيب الإنسان، كيف يقنعونه بشراء آيفون أو شراء شيء من التقنيات الحديثة. صحيح. يتحكمون في طريقة تفكيره نحو ذاته، يروجون لما يريدون من شتى صنوف الرذائل الأخلاقية. الشذوذ يروج له الآن حتى بالأعلام، مصرون على أن تكون الأعلام حتى في الشعارات التي تطبع على الرياضة. لأنهم يعلمون تأثير ذلك على الناس. فالمغالطات المنطقية ليست كلمة تقال الآن بقدر ما تكون إيحاء، ما تكون إيحاء لإقناع المحاور بتلك المغالطات. وكيف نستطيع شغالي أن نتفطن لهذه الأفكار التي يبثها الإعلام؟ نعم. كيف نكون ناقدين حاذقين لا نسلم عقولنا لهم؟ في الحقيقة يرجع ذلك إلى طريقة تعامل الإنسان لتصفية الفكر الذي يلج إلى عقله. فلتره. جميل. ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه وأن يعلم أبنائه كيف في قوسين يصفي أو يفلتر كل ما يدخل إلى ذهنه. ممتاز. وهنا تظهر مشكلة التعامل مع البروباغاندا والدعايات المغرضة. ممتاز. الإشكال، حتى نكون صرحاء، عندنا الإشكال في قضية التأسيس والتربية. كثير من الآباء يعتمدون على التربية المجتمعية التلقائية دون أن يتفطنوا للفجوة الهائلة التي تتزايد يوما بعد يوم بين علاقة الأب بابنه. الآن يقولك، ربما يتفاجأ بعض الناس، وهذا أمر مشاهد، يقول ما توقعت ابني بهذا المستوى، ما توقعت بنتي عندها هذه الأفكار. بيتنا محافظ، صدق، بيته محافظ، الأم ملتزمة والأب ملتزم، وليس في ذلك شيء من الخنا أو الفجور أو الانحراف الأخلاقي أو الفكري في هذا البيت. ولكن لنسأل أنفسنا، ما هي موارد الفكر التي يستقي منها الابن والولد والبنت في بيوتنا؟ كم يقضي الولد والبنت أمام وسائل التواصل الاجتماعي، وكم يقضيها أمام أبيه عندما ينصحه؟ بون شاسع. المدرسة، ما مدى سيطرة المدرسة على الفكر الذي يستقيه الطالب طالما يوجد لديه أصحاب، كل له ميدان في وسائل التواصل الاجتماعي وكل له فكره وتأثره؟ كم يقضي الولد معك حتى تقول بأن ابني أنا في بيت محافظ؟ كم تعطيه أنت من الجرعات الفكرية حتى تتفاجأ بعد ذلك تقول ما توقعت ابني عنده هذه الأفكار؟ يصعب المنع تماما. أنا أقول، نعم، أن تمنع كل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وكل وسائل المعلومات عن ابنك، ذلك أمر عسير بل متعذر. جميل. ما الحل؟ الحل في التحصين، أن يحصن الفكر سواء، طبعا نحن معاشر الآباء وكذلك نطبقه في أبنائنا وفي تربية أبنائنا وبناتنا، نحصنهم على فلترة كل ما أو تصفية كل ما يدخل إلى عقولهم. إذا علمناهم القرآن الكريم علمهم كل شيء. نحن نتكلم عن المغالطات المنطقية. الشاب الذي يسمع قول فرعون في القرآن الكريم، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. يتأمل الشاب، يتشرب عقيدة أن فرعون يصف موسى بأنه مفسد، ويصف قتل الأبناء واستحياء النساء وقهر بني إسرائيل إصلاح. فعلا. سنقتل، يفسد في الأرض، قال سنقتل أبناءهم. يقلب الحق بالباطل. يكون لديه ممارسة لنماذج تاريخية ولتطبيقات عملية في القرآن الكريم تربطه بكيف يفلتر هذه القضايا. جميل. إذا سمع سياسيا يدعي ويبث بروباغاندا سوداء يتفطن لها، لأن القرآن علمه
أن ولما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. جميل. لو شاهد حفلا غنائيا ماجنا وشاهد كل الشباب كل أصحابه ومعظم أصحابه ذهبوا إليه، يلجمه قول الله تعالى بلجام التقوى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وما ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس عنده حصانة، فالكثرة أصلا منتقدة، منتقدة عندما يقرأ في قول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، تكون لديه حصانة بأن إباحة العري أو إباحة المناظر الخليعة لا تعني أنك في حل من غض بصرك. الله. وبأن إرسال هذا النظر له تأثير على تحصين فرجك في المستقبل. جميل. فهذه الحصانة هي الحقيقية في مواجهة المغالطات التي تبث عبر البروباغندا. أما المنع، أما الطرق التقليدية، فهي لا أقول ليست مجدية، ولكن أقول كأننا لا نجابه كمن يريد أن يرد طوفانا بيده. فعلا. الآن تأتيك المواد الإعلامية وهذه الأفكار وفي صورة المغالطات تأتيك في صورة سيل جارف شئت أم أبيت. إذن المنع ليس حلا، ليس حلا، بل مجابهة الحجة بالحجة والتحصين. جميل جميل. فهذا يمكن أن يقال الحل في مجابهة هذه المواد الإعلامية بتحصين الأبناء حتى تكون لديهم هذه المناعة، وهذه المناعة تشكل معها دافعية للدعوة إلى الله تعالى. جميل. لأنه تفطن لها فيدعو الناس ويبين لهم، تجده بين الناس متبينا، الناس ينساقون إلى شيء ولكنه لديه. جميل. المناعة.